شيخنا حفظكم الله، حفظك الله وحفظنا أخي، وزادكم الله من علمه، ندعو الله تعالى أن يزيدنا من العلم، وزادكم الله من علم. سؤالي هو: ما هي كلمتك لبعض المواطنين الذين أصابهم الخوف والهلع فراحوا يتزاحمون على السلع الغذائية يشترونها ويكدسونها حتى رفع بعض التجار أسعارها، والآن مع الحجر الصحي نراهم في ازدحام شديد وفي طوابير من أجل أكياس الدقيق، وهذا الازدحام والتجمهر قد يكون سبباً في نشر العدوى. هذا الجواب عن هذا السؤال للأخ السائل هو يحتاج للنصيحة والحث على الوقاية أكثر من الحكم الشرعي. في الإسلام حرم التهوين وحرم التهويل، لا إفراط ولا تفريط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ومن التهويل هو الاحتكار، احتكار الأشياء وما يحتاج الناس إليه، والمحتكر ملعون، والمحتكر خاطئ. وقد سبق لنا في جواب لسؤال قد مضى أن قلنا بأن الشخص الذي يحتكر ويبيع السلعة به يزيد ويتحصل على المال أكثر، وفي نظره به يدي الفائدة أكثر، هذا قد محق البركة من ماله بسبب فعله، وتمحق البركة وتنزع البركة من ماله، والمال الذي يتحصل عليه في هذا الظرف بهذه الطريقة الجشع والأنانية وعدم الرحمة مال حرام، يجب عليه أن يتصدق به على المحتاجين. وعندما تفسد الناس تفسد أخلاقها، وتفسد الأخلاق بالأنانية، والأنانية تفسد الأخلاق، وكما يقال تلوث محاسن الأشواق بمساوي الأذواق، والرزق ضمنه الله تعالى. أما الناس عندما تحكمهم اللهفة وعدم القناعة ويقع الأخبار الزائفة في الأسواق والناس يغامرون بأنفسهم من أجل كيس دقيق، الدقيق ما انقصش، الدقيق موجود، المطاحن هما نفس المطاحن، والإنتاج زاد ما انقصش هذه الأيام، لكن ما هو السبب؟ السبب هو الجشع وعدم القناعة. اللي كان يشري في كيس كيسين عاد يشري قنطار، ويشري في 3 قناطر وربع قناطر، وهو هذا السبب. السبب ما هوش الندرة، ندرة الدقيق الدقيق ما كانش، هو التصرف، تصرف الفاسد، تصرف الأنانية، عدم القناعة، هذا هو السبب. وكأن إذا كان الناس كل يوم يموتوا يبقى هو عايش برا، أنا كي يشري هو الناس ما عندهمش يموتوا، إذا كان مات الناس يموتوا الناس أخرى، كيف قد يبقى عايش هو وحده؟
والمطاحن كما ذكرنا توزع وزادت في الإنتاج والتوزيع. لماذا هذه اللهفة؟ ولماذا الإنسان يدير طوابير حتى ربما ينقل العدوى من غيره بسبب كيس سميد؟ هاي الخبز كاين موجود، المخابز مفتوح. فلا بد، النصيحة التي نقولها لإخواننا، لابد تعدنا القناعة، وإذا كان كل واحد منا اقتنع يصبح السميد موجود متوفر وفي كل الدكاكين وفي كل المحلات يصبح السميد موجود. قضية فينا احنا، وهذه المسألة عد علاقة بالمواطن وبأخلاق المواطن.